يسلموا الايدين يا جار. ايدين وايدين ان شاء الله. اما شوفوا شي ناهي تمام، طري وطيب مثل الفستق. مرحبا. أهلين أهلين، تقبرني؟ طبتي؟ الحمد لله الحمد لله، أحسن بكتير. على القليلة قدرت فصفص الفولات قبل ما يعسقلوا. فصفصت الفولات؟ إيه لكان كلهم. إن شاء الله بيعيشوا هالإيدين، إن شاء الله تعيش وتجيب لي ابن عمي. تقبر قلبي على هالفولات، خضر وطرايا مثل الفستق. وإلك عين تكذبي يا كذابة؟ والله مفصفصين، ليكن بالمطبخ بقلب الصينية مفصفصين. وعم تحفي بالله كذب كمان؟ الله لا يعطيك العافية فوق تعبك. أهلي روحي. بعت
بعتذر إذا كنت عم عطلك، بس ضل بالي مشغولة عليك من الصبح. شو كان في؟ المكتب انسرق. ليش ما خبرتني من الصبح إنه في حادث قبل المكتب؟ كنت إجيت. حتى لو إجيتي شو بدك تعملي يعني؟ ما إجت الشرطة وعملت شغلة. لوين رايح؟ على الشرطة اتصلوا فيها لازم يروح عندهم ضروري. على قسم الشرطة ما في روحة، يا اطلعي على مكتبك يروح يسلقيني على البيت استنيني. خليني. على الشرطة ما في روحة. شو واجهك أنه؟ ما فيني شي، حاطت بدني. خايفة تكوني أخدتي برد لما كنتي عم تتناوقي على العروس بالليل. ألو عروس؟ عروس موفق جديدة. تجوز؟ يي لو تشوفي مين تجوز. ولك حاجة تحكي على العروس لأنه ما له ذنب، لا هي يلي خربت له بيته ولا هي يلي أخدته من مرته. الله يفتح نصيب كل هالبنات. مسكينة يا أم أنس. فيروزة وين القهوة؟ الله يلعن شيطاني، ما تقولي إلا شربتيها. هلا بس تشربي الزهورات وتسمعي هالغنية أنا متأكدة إنك رح تطيبي وترجعي مثل الغزال. يلا يا أنا يلا 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 يلا. اجتمع مع رئيس القسم واجا طلب المحاضر وقرا الافادات وعطى التوجيهات واستنفر الدوريات وانا قسما بالله داخلي من شغلي كله. ما بقي شيء معه؟ شو بتتوقع يعني؟ لسه القضيه بمرحله البحث الاولي، الا ما يبين شيء، انا بكره بروح على القسم وبطلع على المحضر. لا لا انت خليكي برات القصه. نسيت انه انا محاميه؟ بعرف انك انت محاميه بس مالك دور بالاساس. لانه الفاعل مجهول، يعني ما في مدان، ما في متهم، ولا شغل الشرطه وبس. يا ستي ضربتك، نعرتك، نكشتك، مديت ايدي عليكي، بشو غلطت؟ حقي. حقك ما اختلفنا، بس مو انا ومريضة وبدني مو لاقي عن النكشة، في اصول وما بيجوز تطلع عنه اصول. والاصول تقتضي التدرج في تأديب الزوجة الناشز.
وهو أن يقوم الزوج أولاً بالوعظ والتحذير والتخويف، فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع، أو انفرد عنها بالفراش وهجرها من ليلة إلى ثلاث، فإن لم ينجح ضربها ضرباً غير مبرح بحيث لا يؤلمها. يؤلمها نعم، ولكن دون أن يكسر لها عظمه ولا يلمي لها جسمه ولا يضرب وجهها، فذلك منهي عنه، إذ الرجال قوامون على النساء ولهم عليهن حق التأكيد. وين حطينا التكتات؟ عندك هالطاولة. ايه هادي، أبالك شايفة إنه توقيت السفرة مو كتير مناسب؟ ليش؟ يعني مشان مشكلة جاب سرقة المكتب. لما حجزنا بالرحلة ما كنا عارفانين إنه هيك رح يصير، بعدين وجودنا هون لا رح يقدم ولا رح يأخر، ورياض كل عمره بحل أموره لحاله بدون ما يستشير حدا وبدون ما ياخذ نصيحة حدا، بدبر حاله. شلون بده يدبر حاله إذا ما له قدران يدبر حياته؟ أما أخوك نافع عن جد، شاطر يهندس بيوت الناس وما له قدران يهندس بيته. شو بعرفني؟ يلا خلاص انصب جاهزة، يلا خلينا نمشي. ها ما هي شو جزاني؟ تفضلي. على حالتين في خيانة، يا اما بدي احكم وفق قناعاتي الشخصية وخون القانون، يا اما بدي احكم وفق القانون وخون قناعاتي. يا أخي مع وجود نصوص واضحة وصريحة ما في دمنا خيار، الأولوية للقانون والعدل. كيف ممكن قبل فكرة قوننة الظلم وإصدار حكم موافق للقانون بنزع حضانة أم عن بنتها بسبب زواجه، بالوقت اللي أنا بعرف فيه جيدا أنه السيدة أم سلمة ضل ابنها بكفالتها بعد زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبعرف منيح أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قضى ببقاء ابنة حمزة بحضانة خالتها، وقال وقت الحديث الشريف الخالة بمنزلة الأم، مع أنه الخالة بالحادثة المذكورة كانت متجوزة من جعفر بن أبي طالب. حتى ابن عابدين أورد رأي بهالخصوص، قال فيه أنه القاضي ما بيحلله نزع المحظون عن أمه حتى لو تجوزت حفاظا على مصلحة الطفل، خاصة وأنه مبنى الحضانة قائم أساسا على الشفقة، والرحم المحرمة هي المختصة بالشفقة. رأيك الشخصي ما له محل قدام صراحة القانون، لأنه بيعتبروك ارتكبت غلط مهني جسيم إذا حكمت في قناعاتك الخاصة وتجاهلت النصوص الواضحة. قلت لك على الحالتين في الخيانة، وأصعب شيء لما تنحط قدام خيار تكون فيه نفسك. وجيراننا مو راضيين يجيبوا تبع الصحيه. شو عم تعملي هون؟ بدي سجل هيك دعوه بالديوان. نفق؟ وشاركنا بالبنايه. ايه لا طمعيه كثير، قليل اللي عم يحكموا فيه شيء بضحك. بلا حسكر ابو الشحره. يعني بس مهدي لها احسن، لا احسن ما تتامل. ذكرتني بشغلي قريتها مره لكاتبه كثير بحبها، قالت فيها انه لو ما كانت كاتبه كانت صارت عرافه لحتى تبيع الامل للناس اللي بتفتح لهم وبتشوف لهم بختهم. بدك رايي سكري المكتب وافتحي مركز خاص لبيع الامل، انت بتبيعي امل للزباين وانا برجعهم للحقيقه. واذا بدك بنحط مرايه قفل الباب مشان كل واحد وهو طالع يشوف الواقع المر. خلاص خلاص فهمت، يلا سلام. صحيح عرفت ليش الشرطه كانت عنا بالبنايه؟ لا والله لا. مكتب زوجي انسرق. شو الحكي؟ شو الدعوه استاذه؟ نفقه.
يلي رح تدفعه حق مصاريف وأتعاب محاماة أكثر من يلي رح ينحكمنا فيه. رنا شو؟ رنا اللجيمي. وبلكي بابا ما هان عليه. هلا نحن بندق تليفون مشان ناخذ موعد لنروح نشوف العروس مثل ما قال اخوكي، وبعدين بنشوف شو الله بده ييسر، يعني اولته واخرته بدي اخطب له وجوزه وافرح فيه. تعي لشوف. نقليني لشو؟ 2 2 ايوه 5 4 1 3 2. ألو مرحبا. أهلين وسهلين. أيوة أيوة أهلا وسهلا. بيت مين حضرتكم؟ يا أهلا وسهلا. لبنتي تهاني؟ إيه أهلا وسهلا. والعريس شو بيشتغل؟ أيوة ايه الوقت مناسب بعد الظهر، شارع خالد بن الوليد عند الإطفائية قفل بناية الحجر ما بيتوي حدا. عم نستناكم، مع السلامة. عريس لتهاني؟ تعرفي شي؟ ما بعرفه. مين هو؟ قال بيشتغل بالصالون الحلاقة اللي كنتي تشتغلي فيه. ليكون مشان هيك فسختي خطبتك على هيثم. لو هيثم خلاني اشتغل بعد ما اتجوزه كنتي لقيتينا من شهور متجوزين. كهن بنات، هذا هو كهن البنات. لما يوصل السيد هيثم بعت لي اياه. حاضر استاذ. تشفى؟ لا ما عم بتشفى، بس تبقى قبل ما تلطش بنات وتزد حكي وسخ بالطريق حساب هيك نهاية. ما اجتك الرفسة إلا من حمار ضعيف. شو يعني أنا بضلني هون عطول؟ احميد ربك إنك لقيت مطبخ يقويك، لساعتك تحت التجربة وممكن بأي لحظة يقلوا لك باي. وإذا حدا دري إنك هربان من تنفيذ حكم ممكن انبلى معك وأخسر شغلي بأفضالك. سيد هيثم، مدير طالبك. قولي إن شاء الله ما أكون فاولت. أنا لما وافقت إنه أخوك يشتغل بالمطبخ تحت التجربة كنت مفكر إني عم بعطيه فرصة ليثبت إنه شغيل ومنيح وخرج يضل، بس هلأ أنا شايف إنه ما عاد في داعي لوجوده هون. أساساً استاف المطبخ عنا كامل وأنا وافقت جربه كرمالك. فضلته أستاذ. مو بس هيك، وصلتني معلومات انه اخوك عم بينام بالمطبخ وهذا شيء ما بيناسبنا. هو يمكن عم يضل وقت متاخر كثير وما عم يلاقي مواصلات للرجعه. شو ما كانت الاسباب، على العموم هاي اجره الاسبوع وان شاء الله بيتوفق بشغله ثانيه. مثل ما بدك. سيد هيثم،
أنا مستأجر أوضة بحارة وبيقدر أخوك يبات فيها لبين ما تفرج. أخوك حكالي قصته، قال لي إنه متخانق مع أبوه وإنه كحشه من البيت. كل أب بهالدنيا بتخانق مع ابنه بيكحشوا من البيت، وشو يعني؟ ما حدا بيموت من الجوع بالأخير. شو بتحب تشربه؟ شاي سيدي شاي. تكرم عيونك على راسي. لك الله يخلصني منك ومن مشاكلك، فكرتك حكيت له. لك لا، شو أحكي له أنت التاني؟ من هالناحية أنا حويط. حويط؟ دبر حالك الليلة وأنا رح روح شوف المحامية مرة تانية، بركي بتحلى برمي هالسيرة وبنخلص منها بقى. ما رح تقبل. رح جرب معها مرة تانية، ولما ما بتقبل ساعتها تنضرب منك إلها. ولك أنا ناقصك أنا. بدي ابني. شو ابنك عندي ومخبي؟ بدي ابني. ابنك انت اللي ضيعتي. نحن اثنين يا اللي ضيعنا، نحن اثنين. انا بس لما لقيت رح اقول له انه مو هو يلي بحاجتي، أنا يلي بحاجته مثل مالي محتاجة كل قطعة بجسمي. ونحن اثنين رح نستغني عنك، رح نستغني عنك ونتركك مكتفي بذاتك. خليك عايش مع لوحاتك وما عم تسمع شي من الحياة غير صوت الموسيقى. وبعتذر عني وعنه، يبدو أنه نحن نشزنا عليك بما فيه الكفاية. شفتوا كيف رجلي جرارة؟ لسه مالي متجوزة من جمعة إلا والخطابين كانوا داقيلكم. رح يفضل بيت عليكي يا أمي. ليش أنا وين رحت؟ بدي فت خبز كثير لحتى أتجوز. والعريس عنده بيت؟ ولا كمان السكنة ببيت إحمى مثلي؟ ولي عليهم هن التنتين مثل ريا وسكينة. عيب عليكي تحكي هالحكي، مو هن اللي إجوا خطبوكي؟ الله يبعث لهم شي جوازة يحلوا عني هن التنتين. إيه انتي ما عليكي منهم، انتي عليكي من جوزك. امتى راجعي ياخدي؟ قال ما بيطول. شو رح تعشونا امي ولا ما رح تعشونا؟ هلا فكري مو بالعشاء، فكري بالخطابين اللي قربوا يصلوا، ان شاء الله ما يتوهوا عن البيت. ان شاء الله ما تاخرنا عليكم. لا ابدا يا ميت، اهلين وسهلين. اهلا وسهلا. اهلين، تفضلوا. زيد فضلك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضلي. مساء الخير. اهلا وسهلا مسنون.
تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا. اكيد انت تهاني. ايه انا. كم بنت عندك البركة؟ ثلاثة، ملك البكرية وهلا عروس جديدة. الله يسلمهم، مبروك ان شاء الله. قديه صار لك متجوزة؟ شي جمعة. ان شاء الله جوازة الدهر. امين. وهي بنتي تهاني الوسطانية. مو كنتي انت العروس وقت كنتي عم تخيطي؟ بلا، بس ما صار نصيب. والله يا ست ملاك، كل شي بهالدنيا اسمه ونصيب. يسلم هالتم. ايه والله كل شي بهالدنيا اسمه ونصيب. بنتك؟ يعني بدك تقولي مثل بنتي، بنت جوزي، بس انا مربيتها. يعني انت اختي العريس؟ ايه. صهرنا الجديد من بيت مين؟ من بيت السلمي، موفق السلمي. هلا موفق السلمي صار جوزك؟ يا لطيف، من كل بيوت الشام ما فتنا غير على هالبيت. مو معقول الدنيا شو صغيرة لقد الكشتمان. شو مبكرين بالرجعة؟ شو قالت المحامية؟ محامية؟ لك مو كنتوا عند المحامية مشان النفقة؟ ايه بلا. ايه شو قالت؟ ما قالت شي، قال رح ترفع دعوة. ليش حكته وما قبل؟ والله ما بعرف، ما فهمت عليها. فريدة، فريدة تطلعي بعيوني، انت بتفهميها وهي طايرة. بصراحة يا ابو يحيى، صهرك تجوز. لحق بها السرعة؟ لساته عريس جديد. شان هيك فاتت متضايقة. غصب عنا الوحدة بتنقهر، يعني هي اتطلقت والتحشيت وهو عم يجدد شبوبيته. ومين خبركم انه تجوز؟ المحامية اللي كنا عندها هلا. اخي مو بس غلط، اخي ارتكب جريمة وبيستاهل ينحكم عليها ونحكم، وهلا تاب. العاصي عند ربه اذا استغفر وتاب وندم على اللي عمله، الله سبحانه وتعالى بيغفر له. بس انت يا استاذي على المؤاخذه يعني عم تسدي علينا من كل النواحي. الموضوع ما عاد بايدي، في حكم جزائي وفي دائره خاصه هي اللي بتتابع تنفيذه. لا حول ولا قوه الا بالله. استاذي يعني بعد اذنك ما في مجال، اذا يعني انت بتتنازلي عن الدعوه ما بيعود في مجال انه نعمل اي شيء. ما عاد في دعوه، الدعوه خلص انتهت وانفصلت وطلع فيها حكم والحكم صار مبرم. يا خيسن، الحكم اللي صادر بحق اخوك له شقين، شق مدني خاص بالتعويضات وهذا بنقدر ناخذ نعطي فيه مع الاستاذه، والشق الثاني جزائي له علاقه بالحق العام. طيب يا استاذه يعني الله يوفقك، ما في طريقه تساعدينا؟ شلون ما كان تقدر تعتبر انه الاستاذه خلص ما عاد تابع الاخبار التنفيذيه بطلب التعويض، هذا اكثر شيء بتقدر تعمله. دخيلك الشرطة، هذا صوت سيارات الشرطة. انت خايف من الشرطة ولا خايف من ابوك اللي كحشك؟ الله لا يوفقك يا رياض العماري، بيطرح مالك قاعد وقعت.
يا ربي شو بحب يسمعي أخبار؟ حب أعرف شو عم يصير بالدنيا. شو بيصير يعني غير القتل والحرب والدمار والبشاعة؟ هي حقائق لازم نعرفها. وإذا عرفناها يعني شو بدنا نعمل؟ فينا نواجهها؟ أنت مثلاً بعد ما تسمعي كل الأخبار عن الحرب والقتل والفظائع شو فيكي تعملي؟ شو الفعل اللي بتقدري تساويه غير إنك تحبطي؟ طيب شو البديل؟ يعني بطل اسمع شيء إلا الموسيقى؟ ألو مين؟ ها؟ شو الحكي؟ طيب جاي فورا. شد جد جديد؟ لا لك شو بده؟ تعال في الشرطة أسئلته ما بتنتهي. النتائج غير الرسمية للانتخابات النيابية في جنوب لبنان ترجح فوزا ساحقا للائحة المدعوة من حزب الله. سرقة الخزنة ونقلة من مكانها هو اللي مسكنا طرف الخيط، لأنه منطقيا أكيد مو شخص أو شخصين هن اللي حملوه ونزلوه، وأكيد كان في سيارة عم تستنى تحت لحتى تشحن الخزنة، وأكيد هي من النوع يعني السيارات الشحن الصغيرة توقف عادة بباب الجابي أو شارع العابد والحريقة. عناصرنا استدعوا كل الشوفيرين اللي هنيك وحققوا معهم. واحد منهم قال إنه شاف مجموعة شباب عم تتفق مع صاحب سوزوكي وأربعة التالي، ولما واجهنا صاحب السوزوكي حكى كل شيء وكرهت المسبح. اليوم فجرا داهمنا المكان اللي حطوا فيه الخزنة والبقية عندكم. استغربت تشابه الكنية اللي بيناتكم وما خطر لي أبدا إنه ابنك. ابني على كل حال بعد ما ناخذ إفادته راح يتحول هو وشركاته على النيابة العامة. بس في هيك حالة سيادة العقيد أفضل إنه يكون في محامي مع ابني. لا تحولي ولا مكالمة، ودي لي كل المواعيد، طلع لي رقم المحامي اسماعيل عبد الواحد. ساعي أدهم. ألو صباح الخير سيادة العميد. ألو. ألو صباح الخير. صباح النور. بقدر احكي مع رياض؟ مين رياض؟ مو هون منزل رياض مرادي؟ مبلا بس هو مو هون. برات البلد هو يعني؟ لا هون بالبلد. فيك تحاكيه على المكتب اذا حبيت. طيب شكرا. مين حضرتك؟ مين معي؟ هادية؟ لا انا ماني هادية، انا زوجته. شهد؟ لا انا ماني شهد. عفوا عدم مؤاخذة. مين حضرتك؟ أنا مسنى شريف صديقه من أيام دراسي. أهلا وسهلا مسنى الشريف. مستعد أدفع ملايين مقابل أنه ابني ما ينحال على القضاء. إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، في أمور صعب تجاوزها والقفز فوقها. أنا ماني سائح سويسري. أنا من واجبي كمحامي حط قدامك كل الاحتمالات وقل لك شو هي الإمكانات اللي منقدر نتحرك على أساسها. إجرائياً رح تتحول الأوراق للنيابة العامة، وكون الجرم شارك في أحداث وغير أحداث بيقتضي إنه تتنظم للأحداث إضبارة خاصة فيهم. ما بدي هيك شي يصير، ما بقبل إطلاقاً هيك شي يصير. أنا بتنازل عن الشكوى، وكيف ما كانت الطرق والأساليب أنا بتهمني نتيجة واحدة بس، الملف كله الضبط والإفادات ومحاضر الشرطة كله يندفن بأرضه.
تعطيني ابو حكمة اذا بتريد. عفوا يا اخ، ممكن سؤال؟ تفضل. نحن هون وين؟ نحن هون بقصر العدل. قصر شو؟ العدل. العدل؟ الو، انطيني امي. لا تبعثي لي اياه، يبطل من المدرسة، يبطل الدراسة كلها، ما بدي ابعثه. انا لحالي ساكن بالاجار، ما عم توفي معي، ما عندي مصاري، عم اتدين من هون ومن هون، وشغل ضعيف، ما في مصاري بنور. منين استاجر له؟ انا بدي استاجر له، ساكنه مع مرتي مع اولادي، انا اولادي ومرتي بغرفة واحدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة عليها السلام: أي شيء خير للمرأة؟ قالت: ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. فضمها إليه وقال: ذرية بعضها من بعض. أنا فعلا مستغرب إصرارك على تدريس الأحاديث اللي سندها ضعيف. بلشت تجادل؟ الحديث اللي قلتيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبنته فاطمة عليها السلام رواه البزار والدارقطني في الإفراد من حديث علي بسند ضعيف، والمتفق عليه أن الرسول اللهم صلي وسلم وبارك عليه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأذن للنساء بالخروج وحضور المساجد. بتضل قعدت بالبيت أسلم وأستر وأدعى لسد الزرائع. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان إلا الأحكام الشرعية. إذا كان هدف الإسلام الأساسي هو حجب النساء وعزلهم بالبيوت وجعل الشوارع والأماكن العامة حكر عرجال، إذن ليش القرآن الكريم أمر الرجال أنه يغضوا أبصارهم؟ يا ولد يا دخيل، دوش كتير. لا تأخروني، مستعجلة، عندي نظام منظم. عفوا شو هذا؟ حتى البنات صار 13 أيام؟ كأنتي. نعم، هلا أختك من كل رجال الدنيا ما عجبها تتجوز إلا طليق أختي. مشان هيك مال حظي. أما فعلا تركيبة. إيه، شو يعني؟ ولا شيء. أنا من ناحيتي ما عندي مشكلة أتجوز وحدي، أختها بتكون ضرت أختي. إيه لا، مو ضرة. مو ضرة، ما رح نختلف. المهم شو قلتي؟ يقولي من الأول إنك تعرفت عليه من هذا المحل الضراب الصخن اللي عم تشتغلي فيه. ما بعرفه، هو بعت أهله يخطبوني وأنا ما بعرفه. هذا أنت الفالحة؟ كنت مفتح عيني فيكي وأنا شايفك عم تدرسي وتشتغلي، تاريكي أنت الدراسة من بالك نهائياً، وين شحك ضعتي؟ لا من هون ولا من هون. لا تهز بدنك. لو كتير علي أنا أشوف بنت من بناتي دكتورة أو مهندسة أو صيدلانية أو محامية، كانت العين طرقتنا. على كل إن كل مين بيجي على هواه، وأحسن من هالعريس ما رح يجيكي. أنتو اتنين طنجرة ولقيت غطاها، هو بقص وأنت بالسجوري. مرحبا. أهلين أستاذي. شو الأستاذ مهو؟ طلع من الصبح ولهلا ما رجع. طيب يعطيكم العافية. مع السلامة. شو التطورات؟ ما في شيء، هو ماله بمكتبه كالعادة، ما عم يرد على الموبايل، أكيد بيكون حاطه على الصام. عموما
إذا احتاج أي مساعدة أنا جاهز. مكتبنا مفتوح. شكرا يا ابو حمد. او بتاخذ من التحرير. تفضل بارك الله فيك. شكرا جزيلا.